اهلا بكم في مال واعمال، انا دينا سالم. نسلط الضوء اليوم على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحاليه الى المانيا وابرز اللقاءات التي عقدها مع مسؤولي الجانب الالماني. وفي الجزء الثاني نستضيف الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسيكون الحديث عن الاستعدادات الاخيره لمصر لاطلاق القمر الصناعي طيبه واحد. نذهب الآن لفصل قصير ونبدأ مع جولة الأخبار. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في برلين رؤساء كبرات الشركات الألمانية والاتحادات الصناعية هناك، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير. وخلال لقاء أشاد الرئيس بدورية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأهميتها في زيادة فرص التعاون بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر. من جانبه أعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مشيدا بما تتمتع به من مكانة مميزة وثقل إقليمي كبير. كما أكد رؤساء الشركات الألمانية تطلعهم لبحث إمكانيات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية في مصر. وللمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا تنضم إلينا من برلين مفادة إكسترا نيوز لهناك إنجي طاهر. مساء الخير يا إنجي، ولو أمكن لك أن تجملي لنا نتائج هذه الزيارة التي تضمنت طبعا الكثير من اللقاءات والمباحثات الثنائية الخاصة بالشأن المصري وأيضا الشأن الإفريقي. نعم دينا، أهلا بك. بالطبع كما ذكرت لقد كانت يعني زيارة مثمرة للغاية
تم فيها عقد لقاءات عديدة مع ممثلين عن أكبر الشركات الألمانية والمستثمرين الذين يودون زيادة استثماراتهم في مصر في الفترة القادمة. بالطبع عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء غاية في الأهمية البارحة بعد اجتماعه بعدد من رجال الأعمال الألمان مع نائب شركة مرسيدس بنز كما ذكرنا البارحة. ثم اليوم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا يعني موسعا ثنائيا مع وزير الطاقة والاقتصاد الألماني كما ذكرت منذ قليل، بالإضافة إلى رؤساء الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية الذين أكدوا أن الأهمية بمكان هو استفادة مصر من الخبرات الألمانية خاصة في مجال توطين الصناعات في مصر، وهو الأمر الذي يعني أبدوا استعدادهم التام على التعاون فيه في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر والمناخ الاقتصادي، وقد أشادوا بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر في الفترة السابقة، وهو ما سيشجع المزيد من الشركات الألمانية حتى التي لم تدخل إلى السوق المصرية بعد ربما على الدخول في وقت قصير بعد رؤية التجربة الناجحة للشركات الألمانية التي تعمل على الأرض. بالمناسبة يعني لقد عقدنا عدة لقاءات مع ممثلين من هذه الشركات ومن الاتحادات التجارية الألمان اليوم، وستعرض هذه اللقاءات على شاشة إكسترا نيوز. بالطبع منهم السيد يان نوت سي او الغرفة التجارية العربية الألمانية، بالطبع كان يعني أبدى تفاؤلا كبيرا بالفترة القادمة بالمناخ الاستثماري في مصر، أعطى أرقاما غاية في الأهمية ستشاهدونها في اللقاء. بالطبع عقدنا أيضا لقاءات مع المدير التنفيذي لشركة دي إن جي الألمانية والذي تعمل شركته في مصر منذ 50 عاما، ورغم ذلك أكد أنه لديه مشاريع مستقبلية جديدة في الفترة القادمة في مصر وهي شركة عملاقة. أيضا عقدنا لقاء أيضا مع المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للغرف التجارية، وهو أيضا أكد على تطلع عدد كبير من الشركات الألمانية إلى العمل في مصر، خاصة وأنه ذكر أمرا غاية في الأهمية وهو أن الشركات الألمانية يعني تتأنى بشكل كبير قبل أن تتخذ قرارا مثل هذا، وهو المؤشر الغاية في الإيجابية بالنسبة لمصر في الفترة القادمة. أيضا عقدنا منذ قليل لقاء مع المدير التنفيذي لشركة زيمنز مصر المهندس عماد غالي، تحدث فيه بالأرقام عن الطفرة التي تحدث في مصر في مجال الطاقة وفي مجال الكهرباء والمحركات التي تقوم شركة زيمنز بإنشائها لتوليد الطاقة في مصر ومستقبل إنتاج الطاقة في مصر. عودة إليك دينا. شكرا جزيلا لك يا إنجيو، بالتأكيد نتطلع لمتابعة كل هذه اللقاءات التي أجريتيها في برلين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هناك. أشكرك مرة أخرى. مشاهدينا، وأكد المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي أن ألمانيا متجهة للاستثمار في مصر بسبب الثقة بين قادة البلدين. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قال عازر إن الشركات الألمانية منبهرة بالبنى التحتية في مصر والمشروعات التنموية. الاستثمارات الألمانية كتيرة دلوقتي وبتزداد من يوم يوم، والثقة بين الحكومة أو بين المستشارة وجميع الوزراء هنا وسيادة الرئيس الحقيقة بتزداد كل يوم، أصبحت بقى فيها ثقة كبيرة وأصبحت كمان فيها عمق وفيها صداقة. يعني المقابلات زادت، الاستثمارات زادت، عدد الشركات دلوقتي أعتقد فوق 1200 شركة دلوقتي في مصر ألمانية، كل ديت بتزداد من يوم ليوم. يعني الحاجه كويسه انها بتزداد مش بتقل، وما دام في ازدياد استمراري وزي ما يقولوا كونتينيوس يعني موجوده مستمره، يعني تلاقي ان ديت حاجه ممتازه، لان ايه الفرق ان انا اعملها كلها مره واحده وبتقع كلها مره واحده. فكل حاجه لو الواحد يبقى واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه بتتبني صح، بتتفكر صح، بكمان ايه بتتهضم صح. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحت عنوان حوكمة أفضل اقتصاديات أفضل. أبرز التقرير تحسن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام لتسجل أكثر من 3 نقاط في عام 2019، بينما حققت مصر 4.83 نقطة في مؤشر جودة الحكم
وحصلت على 25 في مؤتمر الاقتصاد الأخضر الخاص بالبيئة. نوه التقرير كذلك على حصول مصر على 5.6 نقطة في مؤشر المرونة، وارتفعت درجة مصر في مؤشر التكامل الخاص بتسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين الاتصال الجوي لتحصل مصر على 4.43 نقطة، بينما استقرت درجة مصر عند 3.5 نقطة بمؤشر الشمولية الذي يعتمد على نتائج توظيف وإدماج الشباب والنساء بالأعمال التجارية وسوق العمل. أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق الإفراج بنظام المسار الأخضر بالموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي حول تسهيل التجارة عبر الحدود. قالت وزارة المالية إنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة في القائمة البيضاء، وستتمتع كنتيجة لذلك بمزايا الإفراج بنظام المسار الأخضر بالموانئ والمنافذ الجمركية. وأضافت أن الإدارة المركزية للفعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقي طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة في الاستفادة من مزايا الإفراج بنظام المسار الأخضر. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين. وقال ترامب متحدثا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض إنه سيتعين على الصين إبرام الاتفاق، وإلا يتم فرض مزيد من الرسوم الجمركية على وارداتها. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمؤشرات الاقتصاد الروسي مشددا على أنه نما في 2019 رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. قال بوتين خلال منتدى الاستثمار روسيا تنادي في موسكو إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما العام الماضي ب 2.13%، مشيرا إلى تراجع البطالة لأدنى مستوى في التاريخ الحديث. حددت شركة علي بابا سعر الطرح العام الأولي للإدراك في بورصة هونغ كونغ عند 176 دولار للسهم، وهو أقل من سعر السهم في البورصة الأمريكية. قالت الشركة إنها ستطرح 500 مليون سهم من الأسهم العادية في الإدراك الثانوي، ومن المقرر أن تجمع الشركة نحو 88 مليون دولار هونغ كونغ بما يعادل 11 مليون و300 ألف دولار أمريكي. تراجعت الصادرات اليابانية للشهر 11 على التوالي وسط تراجع الطلب العالمي على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. قالت وزارة المالية اليابانية إن حجم الصادرات تراجع ب 29% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في أطول مدة لتراجع الصادرات منذ عام 2016. قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن ليبيا تضخ 1,250,000 برميل يوميا من النفط. وأضاف صنع الله أن زيادة إنتاج البلاد النفطي إلى 2,100,000 برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 3,500,000,000 قدم مكعبة يوميا يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار. أغلق محتجون جميع المصارف والمدارس في شمال لبنان في وقت قالت جمعية مصارف لبنان إن حجم الإقبال على البنوك في عموم البلاد بعد أسبوع من الإغلاق القسري جراء إضراب القطاع المصرفي
كان كثيفا نسبيا. في بيان لها أشارت الجمعية إلى أن المودعين والمتعاملين مع البنوك تفاعلوا بإيجابية مع إجراءات موظفي البنوك وأبدوا تفهما للتوجيهات العامة المؤقتة التي زودت بها الجمعية أو زودت بها الجمعية موظفي القطاع المصرفي من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي يشهدها لبنان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والغاز بمبلغ 200 ليرة للصفيحة. وكانت محطات الوقود في لبنان أغلقت قبل 10 أيام مع انتهاء المخزون لديها وعدم القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي غير المتوفر وسط وضع اقتصادي يوصف بالتأزم واستمرار الحراك الشعبي. والآن نتابع سويا أداء العملات في البنوك وأسعار الذهب في مصر. تراجعات في المؤشر الرئيسي لإي جي إكس 30، المؤشر الرئيسي طبعا في البورصة المصرية، بأكثر من 16% ليغلق عند مستوى 14224 نقطة. في مقابل ذلك صعد مؤشر إي جي إكس 70 بأكثر من 18% وصعد إي جي إكس 100 ب14%. سجلت تعاملات المصريين في جلسة اليوم نحو 77% من إجمالية التعاملات، واستحوذ الأجانب على 22% والعرب على 1%، وكان نصيب المؤسسات 91% تقريبا، بينما استحوذ الأفراد على النسبة المتبقية 9%. كما تابعتم هذه الأرقام، ارتفاع في صافي أرباح شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية إلى 76,200,000 جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر، وهذا مقابل 51,600,000 جنيه في فترة المقارنة. يأتي ذلك بينما ارتفعت إيرادات النشاط إلى 614,800,000 جنيه مقارنة ب 441,700,000 جنيه في الفترة نفسها من 2018. نتائج أعمال لشركات عديدة صدرت خلال هذه الأيام. في قطاع العقارات ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى ب 11% في التسعة أشهر الأولى، حيث بلغت 1,310,000,000 جنيه، بينما بلغت أرباح الفترة المقارنة 1,080,000,000 جنيه. أما إيرادات الشركة أو المجموعة فنمت ب 14% لتسجل 7,700,000,000 جنيه، بينما سجلت العام الماضي في الفترة نفسها إيرادات ب 6,800,800,000 جنيه.
نذهب لشركة أخرى مهمة في القطاع العقاري، وهي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار صادق، وتراجعت أرباحها بـ17% على أساس سنوي. كانت الأرباح 506 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى سبتمبر، مقابل 612 مليون و900 ألف جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3 مليارات و200 مليون جنيه مقابل 1 مليار و800 مليون جنيه العام الماضي. تراجعت أرباح شركة بورتو القابضة بورتو جروب ب 21% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 91 مليون و300 ألف جنيه، وتراجعت الإيرادات لتسجل 1 مليار و260 مليون جنيه. لدينا أيضا النتائج الخاصة بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وارتفع صافي الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى بنحو 32%، وحققت الشركة أرباحا بقيمة 127 مليون و394 ألف جنيه، مقارنة بـ96 مليون و574 جنيه العام الماضي. أما شركة الكابلات الكهربائية المصرية فارتفع صافي الأرباح في التسعة أشهر الأولى من 2019 بأكثر من 32% أو بقيمة 116 مليون و184 ألف جنيه. أما قيمة المبيعات فتجاوزت 1 مليار و500 مليون جنيه. ننتقل للبورصات العربية، وكان هناك صعود في معظم المؤشرات. السعودية صعدت بأكثر من 10% لتنهي التعاملات عند 8054 نقطة، وقيم تداولات في حدود 2.8 مليار مليون ريال. السوق السعودية مالت للصعود بنهاية التعاملات بدعم من قطاعي الاتصالات والعقارات. في الإمارات صعود في بورصة دبي بـ10%، وفي أبو ظبي صعود بنفس النسبة، وكان هناك قوة في قطاع النقل وقطاع السلع في دبي. طيب، مسقط مالت للهبوط بنهاية التعاملات، والبحرين صعدت بأكثر من 2.5 نقطة بنهاية جلسة اليوم. تتابعون بعد فاصل قصير المزيد عن إطلاق مصر للقمر الصناعي طيبة 1، وسيكون ضيفي الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. كونوا دائما معنا.